طلة جديده. وانا بقول ان ده مهم جدا للفنان، ان هو دايما في تغيير في الشكل، ان ده بيخليه ينوع في الشخصيات اللي بيقدمها على الشاشه، ودايما بيخلي جمهوره في حاله اشتياق انه يشوفه بشكل جديد. وده اللي دايما بتعمله لقاء النهارده اللوك، انا بقالي ربع ساعه عماله ابص من بعيد كده وانت داخله اقول مين دي، العينين انا عارفاها لكن اللوك ده مين، وبتفاجئيني كل مره. والله دي حاجه تبسطني ان انت كل مره بتقولي لي كلام حلو. انا بعد كده هفضل اذاكر بقى. لا بجد، يعني هل انت شايفه ان ده مهم جدا للفنان كل مره يغير لجمهوره، وان يبين للمخرجين اللي موجودين انه يقدر يطلع باكتر من شكل واكتر من شخصيه؟ ده حقيقي، انا اصلا بحب التغيير، انا بزهق جدا فبحب اغير كل شويه عشان احس ان انا فريش. وفي نفس الوقت اي ممثله بتبقى عايزه تغير طول الوقت عشان تشوف نفسها في ادوار تانية، وفعلا المخرجين والناس يشوفوها في ادوار تانية، بتبقى حاجه لطيفه يعني. يعني طبعا كلميني على اللوك الجميل ده الناعم الاجنبي، يعني شكلك النهارده من النجوم الاجانب اللي موجوده على الريد كاربت، الفستان مع الميك اب مع الشعر مع الدايت الفظيع ده، خسيتي ازاي؟ لان ده هيسالوني عليكي حبيبتي. لا يعني ما كانش بلاند اصلا ان انا اخس، بس يعني بلعب رياضه، باكل اقل، بتبقى حاجه لطيفه يعني. ده حاجه خاصه بيكي ولا ده الدور اللي احنا؟ لا انا مع نفسي، انا مع نفسي. انت عايزه تشوفي نفسك كده بالظبط. طب الفستان بقى، الميك اب، الشعر، كلميني بقى. الميك اب الميك اب ارتست سامح حنفي، انا وهو بنشتغل بقى لنا سنين مع بعض، هو مش بس الميك اب ارتست معايا بس صديقي كمان وانا بحبه جدا. شعر هيثم دهب طبعا، غني عن التعريف، من احسن الكوافيرات اللي موجودين في مصر. الفستان من ذا بوتيك براند، يعني مش ديزاينر، لا يعني مش هو ديزاينر فرنساوي بس لكن مش من الديزاينرات العرب بتوعنا اللي على. لا بس العرب. اختيار عندك ستايلست بيتابع معاكي بيختار لك ولا بتعتمدي على نفسك اكتر؟ عندي صديقي برضو ايهاب العدلي، فاشن ديزاينر وستايلست وار دايركتور، على طول بيساعدني يعني. بشكرهم طبعا كلهم، بحييهم. اللوك النهارده يعني بياخد 9.5/10، يعني ما فيش ولا غلطه من القوام للون للميك اب للشعر، بحييكي عليه. وعايزين نشوف بقى اللوك ده في الشاشه في اعمال جديده ان شاء الله. ان شاء الله رمضان الجاي باذن الله. ان شاء الله بداتي جهزتي مضيتي؟ لسه في مرحله القراءه. يلا ان شاء الله تحمسي، وعايزين نشوف نجومنا كلهم على شاشة رمضان متألقين. وسعيدة بوجودك، وهسيبك تستمتعي بقى بدورة الأربعين، دورة مهمة لمهرجان القاهرة أكيد. وببارك للمنتج ومحمد حفظي، بقول له أعتقد أن أنت بصراحة عامل شغل جامد جدا جدا، وهتاخدنا للعالمية اللي احنا بنتمناها، لانه في كذا حاجه حاصله في المهرجان الجديد السنه دي، واعتقد انه هتبقى دوره مشرفه جدا ان شاء الله. منوره المهرجان. ميرسي يا حبيبتي، نورك. باي باي.